السلام عليكم شباب. في كثير سألوني على ال HPI Sprint to Flux إذا كانت أصلاً زينة أو لا، وهل تصلح كسيارة دراج أو دريفت أو أي شيء. فكان سؤال كان راح يكون جوابي طبعاً كالتالي: Sprint to Flux سيارة قوية جداً، لأن الماتور برشلس 5900 كيلو فولت كافي انه تصير كسيارة الدراج او كسيارة الدريفت. انا البروجكت مالي سويتها كسيارة الدريفت، كان اول شيء كانت كسيارة الدراج، وكل شيء كنت مسويه كأنه كسيارة الدراج. بعدين لان شوي ملل الدراج، يعني انه ما حد يهتم كثير بالدراج ريسينج في الامارات، يعني على الشارع، وفي كثير جروبات دريفت، فقلت بحاول الدريفت، وانا اصلا يعني بحب الدريفت كثير. ف كثير اشياء طورت فيها وعدلت عليها حتى صارت كسيارة الدريفت. اول شيء حتكلمكم عن تجربتي كسيارة الدراج. كسيارة الدراج اول شغلة تسويها تقفل الدفرنشيل الخلفي، حتى بس لا يصير عندك زحلقة كثيرة، لان انت اي مثلا اي تراب على صفحة خلي التاير يلف بهالجهة أكثر من الجهة الثانية. طبعا تقفل الدفرنشال الخلفي فقط لا غير. مثل ما تشوفون أصلا السيارة حاليا الماكينة لقدام مش لورا، حولت كل شيء، وهذا السير وأنا مغلفة تحسب إنه الصدمات أو شيء. فسيارة دراج كانت كل شيء ستوك مع الدفرنشال والجير. الحين الجير الأصلي، الجير القديم نسيت كم رقمه، ان شاء الله بضيفه في الفيديو. شيء ثاني كنت بستخدم الثري سيل مو التو سيل، الحين بستخدم التو سيل 7.4 5000 ملي امبير. كنت بستخدم بطارية خفيفة جدا اللي هي ثري سيل 2200 ملي امبير، عندي قديمة بس كانت ممتازة في الدراج ريسينج، لها خفيفة وعزم عالي جدا. الشيء سويته لما كانت الدراج ريس بس كنت بضرب هذا، اما ولا البولي الاصلي ما مبدل في سيارة الدراج. في سيارة الدراج ما تحتاج عزم وراء الورا الخلفي اكثر من القدام، ولهذا كنت مخليها 50-50 بالضبط، ما كنت مغير في البوليات. بس حاليا لا، كسيارة دريفت غيرت البولي، غيرت الماكينة حطيتها أمامية، البطارية توصل لأن هي كافية كسيارة دريفت، الدفرنشال الخلفي أكيد مقفول، حطيت بعد ما تغير البولي لقدام تحطه أصغر، راح يكون عندك مشكلة في البلت، يا أما تغير البلت أصغر يا أما تحط تنشنر. طبعا التنشنر غيرت حطيت بيرينج، شوفوا دبل بيرينج، وهالجهة نفس الشيء سويت الهوميد، سويتها هوميد بالبيت يعني. اوكي تنشنر مسافته اطول عن العادي، مسافة العادي تقريبا هالقد، بينما هذا هالمسافة العادي هالحجم تقريبا، مجرد انه الاطول مجرد انه يريح البلط اكثر من ما قصير. البلت التنشنر القديم كان ها هنا مسافته، هذا هنا، فكان مضغوط كثير، يعني ما عنده مسافة كبيرة. بينما هنا لما صار التنشنر هنا تقريبا مسافة تقريبا أقل من نص 3/4 أصبع، البلت صار عنده مسافة كبيرة يأخذ فيها راحته. شوف المسافة هنا، مسافة كبيرة يأخذ فيها راحته بهالمكان. نفس الشيء هنا حفرت التنشنر القديم هنا اللي كان هنا، حطيته هنا لقدام، وغيرت حطيته بيرينج، يعني مو مثل القديم الحديد الجريز ما اعرف شو اسمه، وحفرته هنا، حفرت في الحديد في البول الماكينة ثبتته. الشغلة الثانية اللي سويتها مكان السسبنشن ما راح يكون عندك مكان كافي بسبب السيرفو، هاي كسيارة الدريفت. اوكي لما تحط السيرفو هنا فما راح يكون عندك مكان كافي للقدام، فحطيتها خلفية
شوفوا المسافة، مسافة عادية وكافية جدا. حين تكون نحط السبرينجات هنا. الشغلة الثالثة ضفتها الهيت سينك اللي قدام، بما ان السيارة راح تمشي لهذا الشكل فحطيت الهيت سينك اللي قدام حتى يضرب الهواء يبرد الهيت سينك وبالتالي يبرد الموتور. الشغلة اللي سويتها بعد غيرت انا كسيارة الدف طبعا تغير التواير، انا حاطها سوفت اللي هي الام اس تي سي ار، نسيت اسم التاير. لاحظوا اللينكس، هذا اللينك الاصلي مالتها وهذا ما السيارة الثانية تقدر تشوفها من اي محل او اي مكان. انا عندي موجود قديم كان. طبعا ما ننسى نغير بعدين الديفرنشال قدام، نحط الاوبن ديفرنشال او اللي يسموه الوان واي ديفرنشال. الحين ديفرنشال مجرد مفتوح ديفرنشال الاصلي، كل اي شيء ما لاعب فيه. سيارة رائعة جدا كسيارة درفت، رائع جدا كسيارة دراج. طبعا اللي عنده اي سؤال يحب يستفسر انا موجود، تسألوني في الفيديو. ولا تنسون تعملوا لي كومنت وشير. يلا باي.